عايزه تخلصي كده وتمشي وتسيبيني لوحدي؟ واي واي انا اسفه يا مس، مش عارفه والله انا شفته ليه. هو احنا ليه يا مس خرجنا يا مس من اللينك بعد كده دخلنا عليه تاني؟ اللينك عشان فصل بيفرجنا، وبعد كده احنا بندخل تاني دايما مع اي تيتشر. لما التيتشر يبعت لينك تقوم داخل عليه تاني لما اللينك يتفرجه. تمام ايه يا تمام مس، خرجنا مره واحده اه ندخل عليه كلنا تاني يا حبايبي after 40 minutes، after 40 minutes كلنا بنخرج بعد 40 دقيقة، بعد كده بندخل تاني. تمام تمام ماشي اوكي. So now عايزين نرجع تاني بناخد هدوءنا نبتدي نحل. Let's answer some questions. Raise your hand. نعمل raising your hand عشان اختار اللي بيحله. دلوقتي هنشوف هل الصفة ديت هحط لها ER ولا لأ؟ احنا قلنا لما ال adjective الصفة تكون long كبيرة وطويلة وكبيرة جدا ما ينفعش اقول لها ER، ما ينفعش، we can't put ER، ما ينفعش احط لها ER لان هي كبيرة. فلازم نخلي بالنا فوقتها هنحط مور اكتر او less اقل. ماشي يلا let's start. اللي عايز يسألني وقتها بيحط أي ايموجي تاني غير الريزنج للهاند. تمام مريم تامر، يلا يا مريومة انميوت، افتح المايك يا مريومة. ساينس تمام يا مس. ساينس ابدأي تمام ساينس العلوم ساينس. مس، انا معاك يا مس. انت شايفة السكرين ولا لأ؟ شايفة السؤال؟ ماشي يلا نبدأ. ساينس العلوم is than then English. English. اوكي انا عايزة اقول ان هو اصعب من الانجليش، يبقى هقول more difficult ولا difficulter؟ more difficult. more difficult. طب تقدري تقولي لي ليه اخترتي more difficult؟ هي طبعا اكسنت شطورة بس ماشي علشان difficult صفة كبيرة. كبيرة long 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 long، هي الwind adjective ما ينفعش نحط لها ال er، هقول more difficult. It's more difficult than English، أصعب من الإنجليش. perfect يا لولي excellent. raise your hand please Miss Maryam. يلا يا Miss Maryam في المايك يا لولي. معايا طيب في الكوكب؟ ماشي اللي مسمي يا حبيبي اسامي ايفون وحاجات كده يعدل بقى، يعدل عشان ايه اعرف اختار اسمكم. انا هختار دلوقتي من اللي عاملين ريتنج للهند. ماشي يلا يا ملك مالك مالك يلا يا مالك. شايفين السكرين اصلا ولا لا؟ ثواني كده دلوقتي انتوا مش شايفين السكرين، ثواني هعمل شير سكرين. اوكي دلوقتي تقدر تشوف السكرين عادي. ماشي ستارت يلا يا فاطمة، فاطمة محمد افتح المايك انميوت. فاطمة محمد ايوه يا مس. يلا يا فاطمة. electric lights electric lights الأضواء الكهربائية or video games. عايزة أقول هي مهمة أكتر من الفيديو جيمز، مهمة أكتر يعني important ولا more important؟ مين صح هنا نقوله؟ أنا حاسة إن أنتوا مبتفتحوش المايك ليه؟ مش عارفة. ماشي أنا هرجع أفتح المايك للكل بس أنا هسأل هسأل الكل دلوقتي كلنا ممكن نقولها.
electric lights more home. important, more more important, important, more important, بس من غير more important, more important, important, more important. أرجع أسمع تاني، في حد قال لي important بس من غير more، بس دي مش important بس، دي more important important, sir، حاطط في الآخر sir. more important, more important, more important, طويلة more important, طويلة. more important, اسمعوني طيب more عشان ما اقفلش المايك، important. اسمعوني طيب عشان ما اقفلش المايك. يبقى important يعني مهم، لو حطيت لها اي ار هيبقى صعب، ما ينفعش عشان هي long adjective، فلازم يا حبايبي نقول more، more important than. ماشي، بس بس فين الزين؟ مش than على فكرة، فطبعا السؤال نفسه هو اللي غلط، لازم more important than، لازم يكون في than، فالسؤال ناقصه كلمة than. احنا شاطرين اكتر وركزنا اكتر وعرفنا ان than مش موجودة، يبقى احنا اشطر. سؤال تاني وركزوا، واللي هيجاوب هيقول لي A or B، بس اكتبوا في الشات، محدش يفتح المايك، ماشي متفقين؟ نكتب في الشات vegetables، انا هبعت لكم جيم زي كده بعد السيشن، vegetables or than fruits، انا عايز اتاكد ان انتوا كلكم فاهمين ده. how vegetables، عايز اقول ان هي طعمها الألذ، لذيذة أكتر من الفروت، معرفش إزاي يعني، بس أهو هنقول more delicious ولا deliciouser؟ ماشي More more delicious، more طويلة more delicious more delicious more delicious more delicious more delicious طويلة more delicious يا مس مش more delicious ليه يا مس more delicious. هتبقى فعلا more delicious يعني لذيذ اكتر، more delicious. في السؤال اللي جاي انا هختار حد يحل، فما حدش يفتح المايك ممكن حضرتك يعني تخلينا بدل ما احنا نفتح ايه ده، المايك انا احنا جاوبت نكتبه على خالص الشات؟ حبايبي انا ما الحلوين. جاوبتش خالص يعني. حاضر يا حبيبتي، اعملي ريزنج لاند واختار حد. ماشي، في الاسئله اللي السؤال اللي جاي انا هخليكم برضو تحلوه على الشات، فما حدش يفتح المايك وحلوه في الشات، متفقين؟ عشان الكل يحل واتاكد ان انتوا كلكم فاهمينها، لو لقيت ان في حد مش عارف اشرحها تاني. فيلا نشوف، هتكتب A او B، يبقى احنا هنا خلاص عرفنا ان هي more delicious. ليه يا مس more؟ لان delicious long adjective، صفه طويله، لازم قبلها more، بس كده. يلا اللي جايه هتكتبه في الشات A or B. The doll pen is than the parrot pen، عايزه اقول ان الدول pen اغلى من البارت pen. أغلى يعني إيه؟ more expensive، more ثواني، هو ما شاء الله اللاب قرر يهنج دلوقتي، ماشي بسم الله. أوكي هنقول more expensive ولا expensive، فشوفوا كده الأنسر هتكتبوا إيه أو بي. اوكي ما شاء الله شاطرين، كل اللي حل في الشات حل صح. اوكي تمام، هنقول ان الانسر يا مس هتكون سهله جدا، هتكون مور، لازم اقول مور اكسبنسيف، غالي اكتر. ليه؟ لان اكسبنسيف لونج، صفه طويله. يلا السؤال ده كلنا برضو هنكتبه في الشات، بيز بيز. انا مش عايزة اساعد خالص، انا عايز اشوف السؤال هيبقى صح ولا لا. لينوفو حبيبي افتح المايك كده، ماشي تمام. يبقى احنا هنقول بيز ار than flies، البيز النحل خطير أكتر من الذباب، flies هنا معناها الذباب. so bees are what dangerous ولا more dangerous؟ خلاص احنا عرفنا الإجابة، فالأنسر هتقول زي ما كلكم قلتوا bees more dangerous، خطير أكتر، لازم more. اوكي السؤال اللي جاي تقدروا تقولوا the ink pen، القلم الحبر بتاع زمان is than the smart pen، هو طراز قديم، فهنقول old fashioned ولا more old fashioned؟ كلكم ممكن تفتحوا المايك وتقولوها بس مرة واحدة.
اللي جاوب بيقول الإجابة مرة ايه واحدة. الام بتاعت مور مور اور مور اور مور اور مور اور مور مور اور مور اور فعلا مور فعلا هتبقى مور اولد فاشند. مور اولد فاشند اور ديفيشن فاشن. تيتشر تيتشر ماشي تيتشر سكنس فور تيتشر انا تيتشر انا تقريبا عندي الشات معلق فمش عارفة اكتب الإجابة في الشات. طب ممكن تقولوها بس لما اقول يو وانا مش سي، برضه ما حدش يجاوب الا لما اقول له يجاوب. The pens for kids or than the pens وانا for كمان adults. الأقلام بالنسبة للكيدز للأطفال are a more exciting ولا exciting or A or B؟ يلا كمان you can say A. في حد هنا هيقول B، في حد هنا هيقول B، في حد هنا هيجاوب ويقول بي، في حد هنا هيجاوب ويقول يبقى في مور اكسايتنج يعني مثيرة أكتر وأحسن أكتر ممتعة أكتر. نعم احنا ممكن يا مس بدل ما احنا حضرتك مش سمعنا كلنا، ممكن حضرتك تقولي اللي هيقول ايه يبقى قد ايه هو اللي يرفع ايده، بعد كده ننزلها ال ايه، بعد كده تقولي اللي هيقول بي يرفع ايده ونشوف مين اللي غلط ومين اللي صح. فكرة جميل برضه، فكرة جميل. يلا ندخل على اللي بعدها. History is than، أنا بس عشان فاضل two questions فأنا سايباكوا عادي ممكن أسمع لك. History is than math. أنا عايزة أقول إن history more interesting more interesting more interesting. more interesting يعني ممتع أكتر. آخر سؤال the last question كلكم ممكن تكتبوه في الشات. cars are than bikes. الكارز طبعا احنا عارفين ان العربية بتكون أغلى من البايك، أغلى منها، فأغلى من يعني ايه expensive ولا more expensive than which one؟ اللي بيكتب في الشات كلكم بتكتبوا بي 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 بي. هل في حد بيقول ايه 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 ولا نو نو نو؟ يلا نشوف، يلا نشوف اللي بيحصل اللي بيجرى. وان تو مان، مفيش حد اختار ايه خالص. فاكرين في حد وقع في الغلط وكتب ايه؟ في ناس كتبت ايه؟ في ناس كتبت ايه؟ استغفر الله العظيم. ماشي، اولا ال A اللي كتب A expensiver، احنا قلنا مفيش حاجة اسمها expensiver، غالي لوحده يعني expensive. لو انت حطيت لها ال R هيبقى صعب لان هي صفة طويلة long adjective. انا بتكلم مع اللي هم كتبوها بال E R ماشي، لكن كل اللي كتبها دي كلكم شاطرين excellent. فاللي كتبها بالاي ار هقول له لا، expensive دي صفة طويلة long كبيرة، لازم ما ينفعش نحط لها اي ار، فساعتها هستخدم قبلها مور يا حبايبي يعني اكتر. more expensive than اغلى منه، more اغلى احسن اعلى اكبر، يبقى مور دي اكتر. more expensive than، ما تغلطوش الغلطة دي، محدش يحط ال ER مع صفة طويلة مش هتعرف تنطقها أصلا ماشي. صعب إن أنا أقول expensiver no، لازم نحط more قبلها يعني أكتر. ومش بس more، هو الجيم كانت بس على more، لكن أنا بقول لكم ممكن less يعني أقل، يبقى مش بس more، ممكن more أكتر أو less أقل، بتيجي قبل الصفات الطويلة. هبعت لكم جيم، أنا هبعت لكم جيمز بعد السيشن على وورد وول وكويزز، هبعت لكم جيمز عليهم تلعبوا الجيم وتعرفوا في
في جزء مثلا ما عرفتهوش، ارجع للسيشن المسجلة تاني وكمل. طب ما كانتش موجودة، استناني ان شاء الله السيشن الجاي لما اكون معاكم تاني، معاكم بسم الله، هشرحها تاني ومفيش مشكلة. تقدر تسألني يا مس السؤال ده كان صعب، او السؤال ده عاوز افهمه، هشرحه لك تاني. تمام خلاص، متفقين؟ متفقين؟ انتوا واقفين المايك وانا اللي اقفل المايك عليكم. سوري 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 سوري. في حد لسه مش فاهم الجزء ده؟ تمام يا مس، تمام يا مس، تمام يبقى مش حلو يا مس، بس يا مس، more expensive. اوكي، في حاجة more expensive يعني غالي أكتر. طبعا الجيم هبعت لكم جيم تاني، بس مش هتبقى عندي، هبعت لكم جيم تاني عن السنتر. اوكي الجيم اللي هو اللي انت هتبعته لنا هو الواجب. هو انت هتبعتيه فين؟ هو انت هتبعتيه فين؟ هيتبعت على الجروب اللي نفس اللي كان فيه نفس اللينك. طب واحنا هنبعته فين؟ هنبعت الكورس بتاعنا فين؟ الهوم وورك يا حبيبي هو جيم الكترونيه، فانت هتحلها ولو في حاجه غلط هو هيصححها لك، مفيش مشكله. تمام. مش فاهمها هترجع لي تاني الحصه الجايه لما تكون معايا، تقول لي يا ميس السؤال ده وقف قدامي، او انا حضرت السيشن المسجله تاني يا ميس ما فهمتهاش، وقتها هشرحها تاني. بس المره الجايه ان شاء الله هناخد السوبرلاتيف، والمره الجايه نيكست تايم هناخد السوبرلاتيف، وعايزين نبتدي نعمل ريفيجن كتير 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 قبل الدراسه، ندخل على الدراسه نكون فاهمين كده واقوياء كده وفاهمين الدنيا بتقول ايه. النهارده السيشن ما كانتش صعبه، يعني حاجه سو ايزي، والانجلش نفسه اصلا سو ايزي. هل النهارده كان في حاجه هارد او ديفيكولت؟ لا يا مس، نو يا مس، نو نو. اوكي، فان شاء الله نو لا انجلش نو انجلش سو ايزي. اشوفكم ان شاء الله المره الجايه. انتوا ام جونا ميس يو، هتوحشوني معاكم اسم منا في ام اس اكاديمي، والسيشنز التجريبيه دي، سيشن الكورس المراجعه بيتقدم في كل المواد في كل المناهج لكل كل الصفوف ان شاء الله. لو في حد من اخواتكم في جريد في صف سادس داخل هيدخل صف سادس، يقدر يحضر معايا بعد 3 دقائق، هنعمل مراجعه ليه حاجات هتساعدنا في صف في جريد 6. اوكي يلا يا حلوين، اشوفكم ان شاء الله المره الجايه على خير. ام جونا ميس يو، يعني خلاص انا الحصه الجايه الاسبوع الجاي ان شاء الله هبعت لكم، بس الاسبوع الجاي ان شاء الله السيشن هيبقى مع ممكن تيتشر. لا مع السلامه، مع السلامه، بحبك يا ماس، وانا بحبك جدا. باي، مع السلامه. مس مع السلامة، باي. باي.